السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة هنعمل مع بعض حاجات حلوة جدا في قناة فن ولعب. اول حاجة هنبتديها بالعصير الفريش. النهاردة المانجا زي ما انتوا شايفين، والرمان حطينا في الكوباية بتاعتنا شوية رمان، تهرسيها شوية بسيطة قوي، وعصير البرتقال او المانجا اللي انتي تحبيه، بما ان موسم المانجا دلوقتي شغال حلو قوي والمانجا رخيصة، فممكن احنا نستعمل المانجا مع الرمان كعصير فريش في الحر كده، تبتدي بيه يومك تجربيه، هتبقي تحبيه جدا جدا. تعالوا نشوفوا الاكلة اللي بعدها كده هنعمل فيها ايه. كده هنحضر مع بعض وجبة، او هنحضر الفطار بمعنى الكلام، الفطار الحلو اللذيذ كده. نغير النهاردة، هنعمل فول. حطينا في الطاسة شوية زيت بسيطة، وحطينا البصل والفلفل والطماطم وشوية ثوم، وتقلبيها كويس قوي، وتجيبي الفول المهروس، شوية مية صغيرين. الله بقى على الجميل. يلا بقى نغمس كده مع بعضينا شوية كمون والكزبرة والملح والفلفل، وأحلى فطار، فطار المصري بتاعنا الجميل، الفول بس بالمنظر الحلو ده عشان يبقى مفيد معانا وريحته وطعمه زي الفل. تمام، تعالوا نشوفوا بقى مع بعضينا كده الأكلة اللي بعدها هنعملها ايه بعد ما فطرنا الفول الحلو ده. هنحضر وجبة للغدا. هنعمل الكبسة بالفراخ. نقطع البصل جوليان زي ما انتوا شايفين الشكل ده كده، وانا محضرة جنبي الليمون المسكر والحبهان والمستكة والقرفة والقرنفل. حطينا البصل في الطاسة، يدوبك خد لون ذهبي، وحطينا البهارات اللي انا قلت لكم عليها دي، وحطينا الفراخ كده تاخد لها تشويحه. الفرخه مقطعاها حتت اصغر شويه، حطينا معلقتين صلصه، هتقلبيهم كويس قوي كلهم يندمجوا كده مع بعض ميكس. وهنكونوا غسلين الرز ومصفينه كويس قوي، وحطيناهم كلهم على بعض في الحله على النار، وحطينا الميه بمقدار ازيد شويه. ما شاء الله بعد ما استوت بالشكل الجميل الحلو ده، الرز خد اللون الاصفر محمر شوية، وروعة روعة روعة ويا جميله. طيب دلوقتي احنا هنحضر الصوص، الشوكولاتة البيضة. حطينا الزيت وحطينا لبن وحطينا سكر ولبن باودر وفانيليا بالهاند ميكسر مع بعض كده، نخلطهم شوية شوية او بمضرب البيت زي ما تحبي، هيبقوا بالقوام اللي انت شايفاه ده. وطبعا ما تنسوش اضافة السكر، وتسيبيها تبرد خالص خالص خالص، بقى صوص شوكولاتة بيضة جميل جدا جدا، سهل ما فيهوش اي مكونات. تمام، سيبيه بقى كده على جنب يبرد خالص. عندك بقى كيكة انتي محضراها، ممكن تجيبي كيكة وتزينيها بالشوكولاتة دي، ولو عندك كراميل هتعملي برضو عليها من فوق الوش بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. انا كنت عاملة مثلا كيكة كده من بالليل ومقطعاها وسايباها كده، وعندي شوية كراميل كنت عاملاها قبل كده في التلاجة. وبعدين بالخلة هتعملي منظر كده شكل حلو، بحيث ان ايه اللي يحب بعد الغدا عايز ياكل اي حاجة حلوة يكون في حاجة جاهزة جميلة بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده، وسهلة وسريعة كأنك جايبة تورتة من برة. زينيها بقى عندك اي نوع من انواع المكسرات، شايفين الجمال، منتهى البساطة. ما تخليش اي حاجة تحسي ان هي هتبقى صعبة عليكي، او لو ما فيش مقادير موجودة، كل حاجة هتلاقيها سهلة وبسيطة، وينفع في الفطار في المدرسة كمان الصبح. تعالوا نشوفوا مع بعض هنعمل ايه تاني. كوباية لبن، معلقتين سكر، معلقة خميرة. هنعمله كده يعني معجنات بطريقة العجينة القطنية الحلوة. قلبنا الكلام الحلو ده وسبناه شوية على جنب، وهنجيبه بياض البيض، بياض بيضة حطيناها عليهم، استخدمنا بياض البيضة وسبنا الصفار على جنب دلوقتي. حطينا نص كوباية مية دافية ونزلنا بالدقيق بالتدريج. هنقعد بقى نعجن العجينة، حطينا بيكنج باودر وحطينا شوية ملح صغيرين
وتقلبي وشوية زيت او زبدة اللي انت تحبيه وتسيبيها تخمر بعد ما تقلبيها كويس قوي قوي. بصوا ناعمة ازاي، تغطيها كويس وتسيبيها يدوبك هتلاقيها ربع ساعة اتخمرت كويس قوي. دي العجينة القطنية اللي انت ممكن تستخدميها في اي حاجة في المعجنات. شايفين الهواء اللي فيها كده، يبقى هي نجحت وجميلة وزي الفل. تعالوا نشوفوا مع بعض بقى هنشكلها ازاي عشان نعملوا منها زي فطائر كده بسيطة، ان انتي ممكن تخليها لولادك للمدارس الصبح. بصوا قسمناها على 4 وخدنا كل ربع. بصوا هنعمله ايه بقى، نشكلها بقى التشكيلة اللي احنا عايزينها. كل دايرة تقسميها على 8 بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، مثلثات عشان تبقى سهلة معاكم في التقطيع. بتشيليها بالراحة كده وترصيها في الصينية، والصينية دي يكون فيها ورقة زبدة، وصفار البيضة اللي احنا كنا عاملينه من شوية على جنب هتدهني بيها الوش بتاع الفطائر. هتدخليها الفرن على درجة حرارة 180، هتسيبيها حوالي 12-13 دقيقة، هتبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تديها لولادك يروحوا بيها المدرسة كفطار للمدرسة، وممكن ان احنا نزينها بالشوكولات الصوص الابيض او شوكولات الصوص البني. تعالوا اوريكم الشوكولاتة الصوص البني نعملوها ازاي. بصوا التزيين بتاعها اهو، هنعمل المنظر ده ولا تتعبي في حاجة، بمنتهى السهولة. تحطي الشوكولاتة تكون عندك سايحة شوية وتسيبيها على جنب لغاية لما تبرد عشان ياخدوها معاهم في المدرسة، او تاكلوها بعد الغداء، او تنفع في الفطار تنفع في العشاء. بس هشة وجميلة وحلوة وشكل جديد وبسيطة وسهل عليكي انتي، مش هيخليكي تتعبي في حاجة. زيها زي اللي بتتباع في الفرن فعلا. صح، بصوا الجمال، شايفين هشة وحلوة ازاي وجميلة، تنفع لأي نوع من أنواع الفطائر. بصوا بقى الصوص الأبيض اللي أنا كنت عاملاه من شوية بتاع الشوكولاتة البيضة، كان عندي أنا كيكة، الكيكة دي هقطعها مستطيلات كده، وهيكون عندي الصينية بتاعتي هرصها كده جنب بعض جنب بعض. ونسقيها بشوية لبن عشان تبقى طرية. بصوا انا هعمل بقى صوص كده حلو، شايفين المقادير بتاعته، انا بوريها لكم اهي على الشاشة. ده كريم شانتيه مع الزبدة مع الجبنة مع القشطة. بصوا حطيناها فوق الوش وتفرديها كده، على فكرة دي مغذية جدا وتحفة. ممكن بقى فوق الوش تحطي شوكولاتة بيضة، وممكن تحطي شوكولاتة بني، بس عشان نعمل ميكس عملنا الشوكولاتة البني وحطينا عليها شوية سوداني او لو عندك مكسرات، وتفرديها بالطريقة اللي تريحك بشكل عشوائي عادي خالص، وتقطعيها بس تدخليها التلاجة الاول شوية عشان تبقى متماسكة حبة. شايفين بقى الروعة، دي مغذية وجميلة وجميلة جميلة. يا رب تكون وصفاتنا عجبتكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس لقناة فن ولعب. باي باي.